للحديث بشأن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الواقع التربوي والتعليمي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، التعليم كحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية، كيف ترى حظ المواطن العراقي منه بعد عام 2003؟ تفضل. تحية لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. وفي المناسبة رمضان مبارك، جعلنا الله وإياكم جميعا من الفائزين. الحقيقة أخي، في العراق بعد 2003 هذا الاحتلال البريد، نعم، الذي جاء بحكومات فاشلة وحكومات فاسدة، لا يمكن حقيقة أن ينعم المواطن العراقي في ظل هكذا حكومات بأبسط الحقوق، لا سيما الحقوق الضرورية والحقوق الأولية، نعم، التعليم والصحة والقضاء المستقل وما إلى ذلك. فمنها التعليم، يعني في العراق البلد الذي كان خاليا من الأمية قبل 2003، اليوم نجد أن الأمية تناهز النسب يعني 47% من هم في عمر الدراسة هم أميون. كيف هذا؟ لأن هناك منهجية مخطط لها ويراد لهذا الأمر أن يكون في العراق في ظل هذه الحكومات، لأنها لا تريد الوعي للشعب وتريد شعبا أميا، شعبا يسوده الجهل ويسوده الفقر ويسوده المرض، لكي تمرر ما تريد من برامج أو مخططات خارجية على حساب مصلحة الوطن والمواطن. نعم. طيب دكتور أيمن، إلى ما ترجع سبب تدهور التعليم في العراق؟ دعنا نتحدث عن الأسباب المباشرة، لا سيما على مستوى السياسات المتبعة في المنظومة التعليمية. تفضل. نعم أخي الكريم، لا أبالغ إذا أقول أنه في العراق تم تخصيص أو صرف ما يقارب 100 مليار دولار بعد 2003 على قطاع التعليم. لكن هذه النتائج التي خرجنا بها في التقرير هي نتائج غير، يعني حقيقة هي متوقعة، لأنه لا يمكن أن تكون أفضل، لا يمكن أن يكون الحال أفضل في ظل حكومات احتلال. فلدينا هذه الحكومات كما ذكرت هي حكومات فاسدة وفاشلة، فلدينا فساد إداري متجذر في جميع دوائر الدولة، ولا سيما في وزارة التربية والدوائر التابعة. دكتور أيمن، هذا أدى إلى انعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية. بالنتيجة لدينا سياسات تربوية خاطئة وضعف في نظام الجودة التعليمية، إضافة إلى النقص الكبير في المنشآت والنقص الكبير في الطاقم التدريسي وحتى يعني الكواليتي، يعني نوعية الطاقم التدريسي. نعم نعم. أيضا هو حقيقة متواضع جدا، فضلا عن الأمور الأخرى المتعلقة بالسياسات التعليمية الصحيحة ونقص البحث التربوي والإداري والأكاديمي وما إلى ذلك من أمور أخرى. إلى سؤال جديد الآن، يعني بحسب منظمة يونيسف إن هناك ما يقرب من 3,200,000 طفل في سن الدراسة هم خارج منظومة التعليم في العراق. السؤال هنا، هل أثرت الأوضاع الاقتصادية في تسرب هذا العدد الكبير من الأطفال من المدارس؟ لا شك أخي الكريم، هذا الحقيقة هذا النظام التعليمي أو الواقع التربوي والتعليمي هو جزء من المشهد العراقي. المشهد العراقي الفقر، الفقر في بنسب كبيرة،
البطالة بنسب كبيرة، الصحة متدهورة، النظام الصحي منهار، نعم القطاع التربوي والتعليمي لابد أن يتأثر بالمنهجية المراد له بها، وكذلك بالظروف الأخرى كالظروف الاقتصادية. نعم لدينا الآن ملايين الطلبة الأطفال المتسربين من المدارس، أولا للسبب الاقتصادي ولمساعدة ذويهم في أمور حياتهم، فراحوا اتجهوا إلى العمالة، وهو هذا أمر حتى يعني ليس قانونيا، وإضافة إلى ذلك يزاد على ذلك الأسباب الأخرى كنقص المدارس والدوام الثلاثي والرباعي في نفس المدرسة، وحتى تهالك هذه المدارس. يعني بالأمس توفي تلميذ في البصرة لأن سقطت عليه جزء من السقف في مدرسة في البصرة في زبير، نعم توفي. يعني هل هذا هو مشجع للأهالي أن يبعثوا بأولادهم إلى المدارس؟ مؤكد هذا يكون له، وآلاف الحالات وآلاف الأحداث الحوادث التي تحدث في مسألة يعني حتى تعرض الأولاد للخطف وتعرضهم الاتجار بالبشر نعم وغيرها، هاي كلها أمور الحقيقة يعني تؤثر تأثير نعم مباشر طيب دكتور على أيمن، هذا الموضوع. نعم إلى أي مدى ترى أن التدخل السياسي له دور فيما وصل إليه الواقع التعليمي في العراق اليوم؟ أخي، ما حصل في العراق هو مسألة سياسية بحتة بالنسبة للجانب التعليمي وللقطاعات المهمة الحيوية الأخرى، لكن فيما نحن فيه هو الجانب التعليمي، هذا قطعا أمر سياسي، هذه إرادة سياسية تريد أن تعصف بالتعليم في بلد مثل العراق، كان يمتلك أفضل منظومة تعليمية في المنطقة، وحتى دول العالم المتقدمة كانت تنظر إلى العراق باحترام كبير بالنسبة لمسألة التعليم ومستوى المدارس والجامعات وما إلى ذلك. نعم إلى السؤال فهذا الأخير، الذي يحدث. نعم نعم إلى السؤال الأخير لكسب الوقت دكتور أيمن، يعني إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل أن الإبقاء على نسب الأمية في هذه الحدود هو أمر مقصود من قبل المسيطرين على مقاليد الأمور في بغداد؟ هل هذا حقيقي وموجود على الأرض؟ عفوا، السؤال والله الصوت مرة مقطع. أخرى أسألك، هل تتفق مع الرأي القائل أن الإبقاء على نسب الأمية في هذا الحدود هل هو أمر مقصود من قبل المسيطرين على مقاليد الحكم والعملية السياسية في بغداد بشكل عام؟ قطعا أخي، هناك سياسة تجهيل وسياسة إفقار الشعب العراقي لإشغاله عن القضية الكبرى التي ينبغي أن ينشغل بها، وهي قضية الاحتلال نعم يعني التفكير بالتحرير وما إلى ذلك. لذلك هو مسألة سياسية وسياسية بامتياز أيضا، لأنه هذا الأمر يحتاج تغير. لماذا نقول أنه لا يمكن أن تتوفر مقومات النهوض في ظل المعطيات الحالية؟ لأنه هذه المقومات تحتاج إلى إرادة سياسية وطنية حقيقية تعيد تبعث الروح من جديد في قطاعات حيوية مهمة ومنها قطاع التعليم. الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.